دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. يصبح الخير، اهلا وسهلا فاطمة. اهلا وسهلا، شنو احوالك ميرا؟ لاباس الحمد لله. هي كل الابراج الفلكيه ان شاء الله يا ربي تتمتع بالفيل الزين او الاخبارنا للحمل. راهي تتعدد اللقاءات، معرفه الرجال كنوز يا حمل، تعيش فرحه ازدهار حب مع عامك الجديد، هو مع بدايه العام الجديد خاصه زاد فيفري يوعدك بحب كبير. وتتطور الاحداث بالنسبه لبرج الثور اللي حسب الفلكيه ماجي فرح تقول اللي فما مفاجئات، عنده أخبار جديدة، الدعم المعنوي والمادي يرافقوك مع بداية الأسبوع الداخل. إلي جوزي قرارات حاسمة على الصعيد الشخصي، رد بالك لا تتردد، وإن شاء الله ميرا زيدا يسمع منا شقاعدين نحكيو. السرطان يرتاح من برشة ضغوطات، عاشهم من مدة مش بعيدة، فترة ممتازة وتنجح مهنية وزيدا دراسيا. والانفراجات المهنية باش تكون من نصيب برج الأسد، فما اتفاقيات جديدة بالنسبة للخدمة الحالية، ممكن ترقية. كنا حكينا على ترقية، على شنو نحكي؟ على زيادة في الشهرية. فما فلوس ما يبعدش برشا على حظوظ برج العذراء، لتحقيق الأحلام مازال عليهم شوية وقت، اخدم وان شاء الله ربي يعينك. نحبك تنجز المطلوب واستنى البشارة. نتعدي وميرا للميزان. نهار اليوم يحكي على تغييرات، على اتصالات تخص سفرة وبداية الأسبوع داخل، راهو فيهم برشا أخبار ممتازة. إلى عقرب، افاق مهنية جديدة، تتنوع الأحداث وتستقبل نهارك برشا نشاط برشا حيوية، فما برشا موجات إيجابية وان شاء الله زيدا صباحك يكون مزيان. القوس الأكيد الشهر داخل نحكيه على فيفري، هو الشهر الحب، الأحداث المبروكة، تعيش سعادة استثنائية وتفرح بأخبار تخص شريك حياتك. والفرص المبروكة ميرا باش تكون من نصيب الجدي، اليوم تتعدد اتصالاته، فما انطلاقة مهمة ويتسهل رزقه. الدلو، فما مكافأة غير متوقع نحكيه على الفلوس، فما فلوس ان شاء الله يا ربي لحد اليوم هكا. نحكيو نحنا ديما كنقولوا هو اليوم احد، نحكيو على الاسبوع الجاي. فما مكافأة مالية نعم في الطريق، فما سفرة في المستقبل القريب. ونختموا مع الحوت، نودعوا الايامات اللي كانت فيهم برشا عراقيل، فما زيد عقد جديد، فما خدمة جديدة تنضاف له زيد في المستقبل القريب. يعطيك الصحة يا فاطمة، نشكرك جماعة ان شاء الله. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.